سامحوني.
يسبحون على الدوام بغير فتور.
قدوس رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس. بالحقيقة أيها الرب إلهنا، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلينا مخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح. نسألك يا رب أن تملأ هذه الصعيدة المقدسة بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها. بالبركة بارك. بالتقديس قدس. المكرمة التي بدأنا بوضعها أمامك، هذا الخبز وهذه الكأس، لأن ابنك الوحيد ربنا إلينا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، في الليلة التي سلم فيها ذاته ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. أخذ خبزا بلا عيب ولا دنس، أطوب ويتين المحييتين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله وأبا وسيدنا على كل أحد وشكر. جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين، جسد الذي يعطى لمغفرة الخطايا، جسد هذا اصنعوه لذكري. وهكذا أيضا الكاس من بعد العشاء مزجا من عصير كرمة وأمان وشكرا. آمين.
تلاميذ خاصه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي، دم الذي للعهد الجديد، دم الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، دم الذي يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني من بين الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وزور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب الأقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح رب العالمين. هذا المزيج الذي في هذه الكأس دما كريما للعهد الجديد قال مغفرة الخطايا حياة بديلة لكل من يتناول منه.
باستيران أرثوذكس ستين خيتسين شور بمين عالية بيوشة سمين مكاريز من باتريارشيز من يوتو تايوت راشيرفس بابا باتا ودرس ميوان سلاف من بفكيش بيرن دي تورغوز من يوتو سوابن دي كيوز أبا يوانيس جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء
قديسا مملوءه مجدا العذراء كل حين عابدة إلى الطاهرة القديسة موريا. والقديس يوحنا الصادق الصابر والشهيد والقديس استفانوس والشمائس والشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد البطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس غريغوريوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين أبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بيشوي سيدي الأبوين الروميين ماكسيموس ودوماليوس والتسعة الأربعون شهيدا والقوي أنبا موسى وأبانا أنبا بخوات بالشركة وأنبا شنود رئيس المتحدين أبانا أنبا الفرساح وأنبا صمويل المعترف وأبانا أنبا أرمين الناسك وأبانا أنبا يوحنا الأصوت السائح وأبانا العظيم الطاهر الطباوي وأبانا أنبا كيرلس السادس حبيب المسيح. كل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بصلاة وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا مجد اسمك العظيم القدوس الذي لشركة وتناول أسراره الإلهية غايب الميتة. Thank you.
كل الدهور رئيس الكهنة العظم الذي تجسد وتمثل بفرس جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. إذا أرسلت الروح القدس على التلاروس في يوم عيد البنتقوست وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية فوعدك الصادق. يا رب لا تحرمنا ولا تحرم شعبك منا مدخل الروح القدس سمحنا حتى سمحت سائر شعبك من الخطيه. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقسومه على رسول. اذكر يا رب الاسكات من بابا امه ودروس السن شريكتهم الرسول يا بس كتبهم وقرب سيدنا ابانا. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها سيدنا
القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الأنوار القدوس هو الروح القدس آمين. مقدس حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. الذي حزب من روح ربنا ونعلم وخلصنا بريك ربنا ليسوع المسيح حزب سيدتنا ملكتنا كلنا وآلدتنا إلى القديسة الطهرة مريم العذراء وجعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط لا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف الحسنة أمام الأصل المتوسلمة وعلى خشب الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومننا لاهوته لم يفارق ماسوته لحظة واحدة ولا طرفة عيني وأعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن هذا بالحقيقة الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيتي الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السمائية.